أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. من الموقع بوست: ميليشيا الحوثي تقصف مشفى بتعز عقب يوم من افتتاحه. ومن صحيفة أخبار اليوم: المحافظ المعمري يقول تعز تخوض معركة التحرير بعشر دبابات. ومن صحيفة الشرق الأوسط: واشنطن تحكم بالسجن المؤبد على أحد جنودها العائدين من أفغانستان. ومن البيان: علماء الفضاء يحذرون من كارثة ستشهدها الأرض خلال الأعوام القادمة. أهلا بكم. بالأمس تحدثت الأنباء القادمة من تعز عن افتتاح وتجهيز قسم الجراحة في مشفى الثورة بتعز، وأجريت أول عملية لجريح. واليوم يعنون موقع الموقع بوست: الميليشيا تقصف بالمدفعية مستشفى الثورة بتعز وإصابة شخصين. قال الموقع إن ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية استهدفت بالمدفعية مستشفى الثورة العام بتعز تزامنا مع استمرارها بقصف الأحياء السكنية بالمدينة. وقال مصدر طبي للموقع بوست إن الميليشيا الانقلابية استهدفت بعدد من قذائف الهوز مستشفى الثورة العام، وتسببت بتدمير جزئي لقسم الجراحة في المبنى القديم ومكتب الصحة بالمستشفى وقسم الجروح أو الحروق. وأضاف المصدر أن استهداف الميليشيا الانقلابية للمستشفى أسفر عن إصابة المواطن محمد علي جرادة والموظف في مكتب الصحة عبد العزيز الصبري. وأوضح المصدر أن الميليشيا الانقلابية مستمرة في القصف العشوائي على الأحياء السكنية شرق مدينة تعز ووسطها. موقع المصدر أونلاين عنون في صفحته الرئيسية: تحطم مروحية إماراتية في البقع بمحافظة صعدة ومقتل اثنين من الطيارين. عنوان من تعز: السلطات المحلية في تعز تدشن العمل في إصدار الجوازات بعد عامين من الحرب. ومن تعز أيضا: مقتل امرأة وشاب في قصف الميليشيات على أحياء غرب مدينة تعز. وفيما يتعلق بتسليم مقرات الدولة: كتائب أبو العباس تعلن استعدادها تسليم 21 مرفقا حكوميا للسلطات المحلية في تعز. ومن محافظة إب: إصابة عاملين بحروق متفاوتة جراء حريق التهم أحد مطاعم إب. الثورة الرابعة. تحت هذا العنوان كتب المغربي سعيد يقطين مقاله المنشور في القدس العربي، منتقدا الثورات المضادة التي أعادت الشعوب العربية إلى ما قبل التاريخ. لم نعرف في تاريخنا العربي الحديث أي من هذه الثورات الأربع: الكوبرنيكية والداروينية والفرويدية والمعلوماتية، والتي عرفها الغرب. قد نردد آثار بعض هذه الثورات ببلاهة ببغائية، أو ننكرها على أنها أفكار غربية ولا علاقة لها بتراثنا وتاريخنا، لذلك فنحن نعيش في عصر آخر غير هذا العصر، ونفكر في إنجاز ثورات من نوع آخر، لا يصب في اتجاه تطور الإنسانية، بل إننا نفكر في ثورات مضادة نستغل فيها هذه التكنولوجيا الجديدة ضد المستقبل العربي. إننا بصدد التفكير في العمل على إنجاز ثورات تتصل بما قبل التاريخ، وفي أحسن الأحوال نعمل على إعادة التاريخ إلى الوراء. فمن جهة أولى يعمل البعض على استرجاع الخلافة، ومن جهة ثانية يتم استحضار الفتنة الكبرى والتفكير في أخذ الثأر من قتلة الحسين، ومن جهة ثالثة يحرص آخرون على إحياء النعرات الطائفية والعرقية التي تنتمي إلى عصر ما قبل التاريخ. وكل واحد من هؤلاء يحلم بوطن خاص به ولا وجود فيه لغيره، وطن تتحقق فيه الذات السامية والأصيلة والنقية، ويكون فيه الاعتزاز بهويات لا نظير لها في تاريخ البشرية. فمن أين لمن يتشبث بهذه الأطروحات ما قبل التاريخية أن يقرأ ما يتصل بالتاريخ أو بالتاريخ المترابط أو بالفكر الذي يؤسس لعلاقات جديدة بين الإنسان والكائنات المعلوماتية وهو على تناقض معها؟ إننا لا نقرأ، وهذا موقف ثابت، لأنه إذا كانت الغاية من القراءة تطوير الفكر فإن ما نقرأ يتعارض مع ما ندعو إليه، ولذلك فنحن نطمئن إلى جاهز المعرفة اليومية التي نتشبث بها ضد المعرفة العلمية. لذلك لا عجب أن نظل خارج التاريخ وتكون كل ثوراتنا لا تاريخية. وإلى عنوان من المدينة التي تحضر في الحديث عن الحسم العسكري وتغير موازين القتال والمغيبة عن الجانب الإنساني:
توقف مراكز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة. قال أيمن كمال مدير عام مراكز أمراض الكلى والغسيل الكلوي بمحافظة الحديدة في تصريح للمشاهد نت إن 4 مصابين توفوا، 3 منهم في مركز الحديدة والرابع في مركز زبيد بعد توقف مراكز الغسيل الكلوي عن العمل منذ السبت الماضي. وأضاف بأن مراكز الغسيل الثلاثة في المحافظة مركز الحديدة وزبيد والقناوس توقفت عن إجراء أي عملية غسل للمرضى المصابين بالفشل الكلوي بسبب نفاذ المحاليل الطبية الخاصة بعملية الغسيل الكلوي. وأكد بأن العشرات من المرضى في حالة حرجة ومن الممكن أن ترتفع حصيلة الوفيات. ومن ذات المحافظة جاء في عناوين موقع الوحدوي نت: هيئة مستشفى الثورة بالحديدة تطلق نداء استغاثة عاجل. قال الموقع إن هيئة مستشفى الثورة العام في محافظة الحديدة أطلقت نداء استغاثة عاجل لإنقاذ الوضع الصحي في مركز الحروق بالمستشفى. وناشدت الهيئة في بيان استغاثة جميع مؤسسات الدولة الرسمية والمنظمات الدولية بضرورة التدخل لإنقاذ الوضع الصحي في مركز الحروق جراء نفاذ مخزون الأدوية الخاصة بالحروق. في الشأن المحلي، كتب علي الفقيه في موقع المصدر أونلاين مقالا مطولا بعنوان سلطان مارب وحلم الدولة. يقول الكاتب في فقرات من المقال: عادت مارب إلى الواجهة وصارت المنطقة الأكثر أمنا واستقرارا في اليمن، والنموذج الوحيد الناجح للمناطق المحررة الذي حافظ فيه سلطان العرادة على الدولة ومؤسساتها قائمة ولم يسمح بانهيارها رغم الحرب الطويلة التي خاضتها مارب. تلك الإشراقة الجديدة أزعجت كثيرين وجعلتهم ينظرون إلى مارب كمصدر إزعاج، لأنها تكشف تآمر البعض وعجز البعض الآخر، فقد ظلت تمضي في سياق الإرادة الوطنية بعيدا عن تدخلات الخارج في شأن إدارتها وضبط الأوضاع فيها، كما أنها بقيت بعلم واحد وشرعية واحدة واحتضنت كل اليمنيين وشكلت بذلك قاعدة صلبة للانطلاقة في معركة استعادة صنعاء والنظام الجمهوري. ورغم أن التحركات التي تهدف للنيل من مأرب كنموذج قد بدأت قبل فترة، إلا أن القرار الأخير بتعيين المداني مديرا لأمن مأرب شكل عنوانا جديدا لتلك التحركات التي ظهرت في وقت سابق تحت عناوين من قبيل حرمان بعض المناطق من التنمية، وسوقت اتهامات للمحافظ العرادة بأنه ينحاز لقبيلة عبيدة في المناصب والتعيينات على بقية القبائل. مارب تزعج خصومها حين يرون وحدات الجيش والأمن فيها تمنح الناس أملا في عودة الدولة، يموتون غيظا حين يرون النور يضيء شوارعها ومنازلها، وتقتلهم طوابير الموظفين نهاية كل شهر حين يقفون أمام نافذة الصراف لاستلام مرتباتهم، ويصابون بالاكتئاب حين يرون شموخ قيادتها وعدم استعدادهم للارتهان والتحول إلى أدوات لتنفيذ أجندات لا علاقة لها بمارب واليمن. العديد من العناوين تصدرت الصفحة الأولى لصحيفة أخبار اليوم، أبرزها: بن دغر هادي رئيس منتخب ولن يسلم السلطة إلا عبر انتخابات حرة ونزيهة. وفي عدن، أمن عدن يفرج عن الأمين المساعد للإصلاح ووعود بإطلاق البقية اليوم. ونائب الرئيس يقول: الدولة الاتحادية هي الشكل الأمثل للتوزيع العادل للثروة والسلطة. ومحافظ تعز المعمري يؤكد: تعز تخوض المعركة بعشر دبابات ودعم التحالف لا يكفي للتقدم. أما محافظ أبين فيتوعد قائلا: الأجهزة الأمنية ستضرب بيد من حديد كل من يحاول زعزعة الأمن. إلى موقع سبتمبر نت، والذي قال في أحد أخباره أن الميليشيا الانقلابية أقدمت على تعزيز محيط مبنى مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا بعربات عسكرية في محاولة لإغلاق المستشفى. أفادت مصادر محلية لسبتمبر نت أن عناصر ميليشاوية مسلحة اقتحمت المستشفى وحاولت إغلاقه بحجة أن أحد عناصر الميليشيا توفي دون تلقي العلاج الكافي. وأضافت أن الميليشيا قامت بحشد بعض جرحاها ومسلحين تابعين لها للمطالبة بإغلاق المستشفى واتهامه بالاحتيال ونهب المرضى. ولقراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود، ابقوا معنا.
أهلا بكم من جديد. لطالما تعايشت صنعاء مع أزماتها، تقول العرب الجديد إلا أن طول أمد الحرب الحالية من دون آفاق واضحة للسلام جعل الأمر مختلفا وبالغ الصعوبة، فالمدينة ليست ذات طابع عسكري إذ أنها محمية بسلسلة جبلية من جميع الجهات، ومن يسيطر على تلك الجبال تصبح المدينة في قبضته عملية، وبالتالي فإن الطوق القبلي لها قد يكون ساحة لأي معركة بشأنها وليست المدينة ذاتها، وهذا ما جعلها أكثر اهتماما بتفاصيل الحياة اليومية أكثر من ترقب معركة عسكرية. وفي هذا السياق، كما تقول العرب الجديد، شهدت صنعاء اشتباكات محدودة في الأحياء الشمالية الغربية عند دخول الحوثيين إليها، وسبقتها اشتباكات محدودة أيضا عام 2011 بين الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح ومناهضيه من أسرة الأحمر في حي الحصبة، كما تعرضت لقصف صاروخي في حرب صيف 1994، وربما كان آخر صراع شهدته هو ما عرف بأحداث أغسطس 1968 بين جناحي الجمهوريين يومها، ولكنه استمر فقط لمدة يومين في مؤسسة عسكرية أكثر من الشوارع. هذا العهد البعيد للمدينة بالحرب المباشرة وتنوع سكانها المنحدرين من كل مناطق اليمن جعلها أكثر ميلا للسلام والتعايش رغم موجة إعادة الفرز والتصنيف والاستقطاب التي شهدتها اليمن في الحرب الراهنة على أسس مناطقية وطائفية ومذهبية. ورغم سيطرة الحوثيين عليها منذ سبتمبر 2014 فإنها لم تتحول إلى مركز مثالي لهيمنتهم المجتمعية رغم سيطرتهم الرسمية على السلطة. السجن مدى الحياة بانتظار الجندي المختطف في أفغانستان، عنوان لصحيفة الشرق الأوسط، والتي قالت في التفاصيل إن رقيب الجيش الأمريكي باو بيركدال متهم بتعريض حياة رفاقه من الجنود إلى الخطر، حيث خرجوا للبحث عنه بعدما غادر موقعه العسكري في أفغانستان عام 2009 ووقع في أسر حركة طالبان. الرقيب في الجيش الأمريكي اعترف بذنبه بمغادرة موقعه العسكري دون إذن وسوء تصرفه في مواجهة العدو. الرقيب اختفى في أفغانستان وقضى 5 سنوات في الأسر المهيمن قبل أن تنجح السلطات الأمريكية في إعادته في إطار اتفاق تبادل مثير للجدل. وقال بريكدال للقاضي أثناء محاكمته في قاعة محكمة عسكرية في فورت براغ بحسب وكالة أسوشيتد بريس: أدرك أنني قد غادرت موعدي بالمخالفة أو موقعي بالمخالفة للقانون، لقد كنت أعتقد أنهم سيلاحظون غيابي، لكنني لم أكن أعتقد أنهم سيبحثون عن جندي أول مجند واحد. فريق تابع للقوات الخاصة الأمريكية تمكن من استعادة وتحرير بيركدال في مايو 2014 في إطار اتفاق تبادل أطلقت إدارة أوباما بموجبه 5 من عناصر حركة طالبان الذين كانوا محتجزين في معتقل غوانتانامو في كوبا. وأثارت تلك الخطوة احتجاج بعض المنتقدين منهم دونالد ترامب الذي أعلن خلال فترة ترشحه للرئاسة أن بيركدال خائن. في المقابل دافع المسؤولون في إدارة أوباما عن اتفاق تبادل الأسرى بالقول إن الولايات المتحدة لا تتخلى عن جنودها في ساحة المعركة. وفي الشأن العربي، كتب إياد الدليمي في العربي الجديد مقالا تحت عنوان بغداد وأربيل حسم مؤجل قائلا: منذ تفجرت أزمة استفتاء كردستان العراق الذي جرى في 25 سبتمبر الماضي، والموقف الأمريكي تشوبه كثير من علامات الاستفهام والغربة وحتى التناقض، فهي تارة مع استفتاء الإقليم على اعتبار أنه حق لأي شعب، وفي الوقت نفسه تقول بياناتها الرسمية غير ذلك، فهي لا تريد أن يفتح الاستفتاء بابا آخر من أبواب الحرب أو الاقتتال أو حتى الأزمة، في وقت ما تزال جيوب تنظيم الدولة الإسلامية تهدد مناطق عديدة في العراق ولم يتم القضاء عليها. ويبدو أن وراء هذه الزبقية في الموقف الأمريكي حيال ما يجري في العراق اليوم ما وراءها، فالولايات المتحدة تشعر بوطأة ملف العراق الذي تخلت عنه ذات يوم لإيران، ويوم أن وصفها الرئيس السابق باراك أوباما بأنه إرث بوش القذر، وعدت بسحب قواته من العراق. هو ما جرى في 2011 حينها جاءت إيران لتسد الفراغ الذي حصل، مستغلة تلك الأرضية التي
صنعتها أمريكا والتي اتسمت بطائفية مخيتة شملت كل أركان البلاد والعباد. تريد أمريكا اليوم إعادة ترسيم حدود العملية السياسية في العراق، ليس لترميم أخطائها ولا من أجل أن تصلح أخطائها، وإنما لأنها باتت تدرك أن خروجها من العراق بالطريقة التي خرجت بها جعلها كالتي غزلت غزلها ونقضته بعد وقت طويل. فلم تستفد أمريكا من خسائرها الكبيرة في العراق الكثير، بل وصل الحال بها إلى أنها لم تعد حتى مؤثرة في المشهد السياسي العراقي. تدفع أمريكا اليوم غرماء السياسة في العراق من أجل مواجهة محكومة، أو هذا ما تريده، مواجهة لا رابح فيها إلا مصلحة أمريكا. جاءت إحدى افتتاحيات صحيفة الجارديان بعنوان قتل الرسول، في إشارة إلى مقتل صحفية الاستقصائية في مالطا دافني غاليزيا، حيث ترى الصحيفة أن التدوينة الأخيرة للصحفية والتي قالت فيها إن المحتلين في كل مكان والوضع يدعو إلى اليأس عجلت من نهايتها، حيث فجرت السيارة التي كانت تقودها بعد نصف ساعة من نشر التدوينة. وتقول الصحيفة إن غاليزيا هي الصحفية العاشرة والأولى في أوروبا التي قتلت هذه السنة أثناء بحثها عن الحقيقة. وترى الصحيفة أن قتل صحفية استقصائية كشف النقاب عن غسيل الأموال والفساد في مالطا التي هي عضو في الاتحاد الأوروبي، يروي الكثير عن حرية الرأي في ذلك البلد. صحيفة البيان نقلت عن متخصصين أمريكيين من جامعة هارفارد أنه سيحدث في السنوات المئة المقبلة انفجار شمسي قوي يؤدي إلى تعطيل نظام الطاقة في جميع أنحاء العالم والإضرار بالأقمار الاصطناعية وانقطاع الإنترنت. ووفقا لصحيفة نيو ساينتست، حلل العلماء البيانات عن الانفجارات الشمسية التي حدثت وقدروا احتمال حدوث انفجار قوي قريبا يزيد عن سطوع الشمس بنسبة 30% ويمكن أن يتلف طبقة الأوزون. وقد حصلت العاصفة الشمسية في عام 1859 التي أدت إلى حدوث عاصفة جيومغناطيسية تعرف باسم حدث كارنيكتون، تسببت في فشل شبكة التلغراف في أوروبا والولايات المتحدة فضلا عن حدوث الشفق القطبي المشرق. ومن المرجح جدا أن يحدث مثل هذا المشعل الشمسي قبل نهاية القرن الحادي والعشرين، ونتيجة لذلك سوف تخرج الأقمار الاصطناعية عن مدارها، فإن الركاب في الطائرات سوف تتلقى جرعات عالية من الإشعاع فضلا عن تعطيل أنظمة الطاقة وأنظمة التبريد في محطات الطاقة النووية. جمعية المصورين البريطانيين أعلنت عن الصور الفائزة بجوائز مسابقتها السنوية، وشارك فيها نحو 300 متسابق، وذلك في مجمع أولد ترومان في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 13 إلى 16 أكتوبر، ونقلتها شبكة البي بي سي. نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير في أمان الله.